صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ابتليت بخادمة في بيتي استقدمتها زوجتي بواسطة أهلها، فهل علي إثم إذا أردت أن أسافر إلى مكة أو المدينة أو إلى أهلي أن أخذها معي؟ إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ابتليت بخادمة في بيتي استخدمتها زوجتي بواسطة أهلها، فهل علي إثم إذا أردت أن أسافر إلى مكة أو المدينة أو إلى أهلي أن أخذها معي، أم أضعها عند أحد قرابتي لكي لا أقع في المحذور؟ ذكرت أنها من أهل زوجك، ضعها عند أهل زوجك لما تجي، اللي جابوها خليها عندهم إلى أن ترجع. نعم.